بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. من يومين كنت عامل لايف بتكلم فيه حوالين تصريحات السيد فوزي رجع لموقع فوت 22. كنت بتكلم حوالين ان الكلام اللي بيقوله فوزي رجع في موضوع حكيم زياش ونصير مزراوي الموضوع بقى مبالغه، وموضوع ما ينفعش ان فوزي رجع بما انه رئيس الجماعه المغربيه ان هو يتكلم على عوده لعيبه المنتخب المغربي. كلام جميل، كلام لذيذ، بس المشكله ان للاسف الشديد حصلت مشكله كبيره جدا في الكواليس ما بين وحيد خرزوتش المدير الفني للمنتخب المغربي والسيد فوزي رجع رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم، لان في صحفي في قناه العربيه كتب على تويتر ان هو عارف ان في مشاكل ما بين وحيد خرزوتش وفوزي رجع، لان وحيد خرزوتش تقريبا كده عطى تصريحات او رد فعل ان هو رافض لكل الكلام اللي قاله فوزي رجع، وعمل يعني بيقول ان هو رد فعله كان بعدم اهتمام للكلام اللي قاله فوزي رجع، والكلام وصل لفوزي رجع، فبناء عليه فوزي رجع قد اخذ قرار باقاله وحيد خلزتش. والله شوف الكلام راح فين، شوف الكلام راح منين وجه منين. الكلام بيتقال دلوقتي ان اقاله وحيد خلزتش خلاص بقت امر حتمي، وبكره هيتم اقاله وحيد خلزتش، وخصوصا بعد النهارده ما تم رحيل كارلوس كروش عن منتخب مصر. ايه علاقه رحيل كارلوس كروش عن منتخب مصر بوحيد خلزتش؟ عايز اقول لك ان في كلام في اخبار اليوم النهارده ان الجمعيه المغربيه او الجامعه المغربيه تواصلت مع الاتحاد المصري بخصوص السيد كارلوس كروش، وهيستمر ولا مش هيستمر. وكان في كلام برضو الفتره اللي فاتت ان في اتجاه رايح بالنسبه للجامعه المغربيه على التفاوض مع كارلوس كروش، فدلوقتي كارلوس كروش بقى متاح للتفاوض لان الراجل انتهى رسميا من مهمته مع منتخب مصر والعقد بتاعه انتهى مع منتخب مصر. وفي كلام تاني راح لرولان براو. رولان براو الراجل اللي اي حاجه دايس معانا حرفيا، وفي كلام تاني راح لرودي جارسيا. ما انا متوقعش حته رودي جارسيا دي، اتوقع حته كارلوس كروش، لان كارلوس كروش مش بالصدفه البحته النهارده قرر يسيب منتخب مصر، ولا بالصدفه البحته برضو نفس التقارير اللي طلعت حوالين وحيد خرزوتش. هتقول لي طب ايه رايك؟ اقول لك للامانه بتمنى استمرار وحيد خرزوتش، لان المفروض ان الراجل وصل مع الفرقه للليفل اللي انت كنت عايزه يوصل ليه، وهو انه يوصل كاس عالم. والراجل وصل معاك كاس عالم، اديله فرصته في كاس عالم. انت عايز تفشه في كاس عالم عشان عايز ترجع زياش وعايز ترجع مزراوي وعايز ترجع امين حارس، تمام، امسك انت المنتخب يا عم فوزي. انما انت هتمشي مدرب عشان ترجع لعيبه؟ طب ما كده كل مدير فني يبقى عارف اللي فيها، يبقى عارف ان هو لو استبعد لعيبه الجمهور هيصول عليه، فبناء عليه يمشوه. حط قواعد صح لبناء المنتخب، انما دي مش قواعد. ده للاسف الشديد انت بتمشي الراجل ده مش عشان هو عنده مشكله مع لعيبه او عندك مشكله في قناعاته الفنيه، انت بتمشيه عشان خاطر هو عنده مشكله معاك انت، لا اكتر ولا اقل. ديكتاتوريه دي ولا مش ديكتاتوريه بيه؟ انت قول رايك. هل وحيد خرزوتش كان ممكن يمشي لولا الاخبار اللي اتسربت ان هو رافض التصريحات بتاع فوزي رجع ولا لا؟ هل لو كان موافق فوزي رجع في تصريحاته كان ممكن يمشي ولا لا؟ اتمنى تكون عرفت مين اللي مسبب ازمات في الكره المغربيه. اتمنى